71 صنف مميز بيتميز بلون القشرة، لون قشرة جيزة، أحجامه متوسطة، هنقول الأحجام بتاعته من 10 ل 12 كيلو، أحجامه مناسبة للسوق المصري، هنتكلم في اللب من جوه متوزع توزيعة كويسة، لون القشرة ممتاز من الخارج ومن الداخل. طيب جيزة، الشكل العام من بره نفس شكل الجيزة، الأحجام أكبر شوية من كود 71، بتتراوح من 11 إلى 14 كيلو، اللون الداخلي ممتاز كريسبي، طعم فيه ممتاز جدا، بيواكب السوق المصري من حيث الشكل والمبيع.